السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجود. نواصل مواضيعنا فيما يتعلق بمادة الحرية العامة ونوعية السلسلة ديال الحصص، وشفنا مواضيع مرتبطة الحريات العامة من حقوق وحريات الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث، التعاريف. دابا غنطرقوا في هذا الحصة إلى حرية المعنى، حرية التعبير وإبداء الرأي. حرية التعبير وإبداء الرأي غنشوفوا التعريف ديالها، ويمكن تعريف هذه الحرية بأنها الحق في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية أو غير حكومية. إذا قلنا تعريف الحرية ديال التعبير وإبداء الرأي، يمكن تعريفه أو يمكن تعريف هذه الحرية بأنها الحق في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية أو غير حكومية. كما يراد بحرية الرأي والتعبير، يعني كنتكلموا إن كل إنسان يستطيع التعبير عن آرائه وأفكاره للناس، سواء كان بشخصه أو برسالة أو بوسائل النشر المختلفة أو عن طريق الروايات أو الأفلام وغيرها من وسائل النشر أو الاتصال. ولا يجب أن تكون حرية التعبير خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، وكتبقى علاقة حرية الرأي والتعبير بغيرها من الحريات أنها يصاحبها على الأغلب أنواع أخرى من الحقوق والحريات، مثل حرية العبادة، حرية الصحافة، حرية التظاهرات السلمية، وحرية الاعتقاد بدين معين، وحرية الاجتماع، وحرية التعليم. وأيضا لها حدودها، وهذه الحدود كتجلى فيها هي من القضايا الشائكة والحساسة، إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجامع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق والطوائف والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة، وأحيانا قد تلعب ظروفا خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات. إذا لا بأس أن أعيد أن أذكر بمفاهيم هذه الحصة اللي هي تحت عنوان موضوع تحت عنوان تعريف حرية التعبير وإبداء الرأي. وقد قلنا أنها هي الحق في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام والكتابة والعمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية أو غير حكومية. أيضا يراد بها أن كل إنسان يستطيع التعبير عن آرائه وأفكاره للناس، سواء كان بشخصه أو برسالة أو بوسائل النشر المختلفة أو عن طريق الروايات أو الأفلام وغيرها من وسائل النشر والاتصال. كما قلنا أيضا أنه لا يجب أن تكون حرية التعبير خلقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير. ونضيف إلى أن علاقة حرية الرأي والتعبير بغيرها من الحريات كتجلى أغلب أنواع أخرى من الحقوق والحريات، مثل حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية وحرية الاعتقاد بدين معين وحرية الاجتماع وحرية التعليم. أيضا كذلك لها هذه حرية التعبير وإبداء الرأي لها حدودها، وتظهر في القضايا الشائكة والحساسة، إذ أن الحدود التي ترسمها الدولة أو من المجامع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق والطوائف والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة، وأحيانا تلعب ظروفا خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.